أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام مرة تانية. الحقيقة تتمتع مصر وألمانيا بمكانة كبيرة ومهمة، فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليها الدولتان. فالقاهرة مفتاح الشرق والمؤشر لاستقرار وأمان منطقة الشرق الأوسط، وبرلين أيضا هي الرابط لشمال أوروبا بجنوبها وشرقها وغربها، وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. لذلك تتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والصداقة، فضلا عن كون مصر تشهد طفرة إيجابية مؤخرا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد. زيارة الرئيس السيسي مشاهدينا الكرام لألمانيا تكتسب أهمية دولية، حيث يترأس بصورة مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتز الحوار الخاص ببطرسبرغ للمناخ خلال كلمته أمام المؤتمر، حيث أكد الرئيس السيسي أن هذا المحفل أصبح على مدار السنوات الماضية هو أحد المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ، لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، وأيضا لحشد التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة والتي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف. مشاهدينا، احنا عارفين كويس ان مصر تستضيف الدورة 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة. للحديث عن هذا الموضوع وأكثر، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور مختار الغباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك وأهلا مشاهديك، تحياتي. تحياتي لحضرتك. الحقيقة 70 عاما هو عمر العلاقات المصرية الألمانية، وربما هذه هي الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تولي الحكومة الألمانية الجديدة، والسادسة من نوعها بعد لألمانيا تحديدا بعد تولي الرئيس مقاليد الحكم. كيف تثمن هذه الزيارة خاصة من حيث الدلالة والتوقيت؟ يعني خلينا أقول لك، هي زيارة مهمة جدا، وتقدر تقولي زيارة تاخد طابع سياسي وتاخد طابع اقتصادي. نعم. سعادتك اشرتي الى المانيا. المانيا مصر ثالث اكبر شريك لالمانيا على مستوى العالم، او منطقه الشرق الاوسط. مصر ثاني اكبر محفل علمي لثلاث جامعات المانيه وسبع مدارس المانيه موجوده في مصر. صحيح. ما ننساش شركه سيمنز والدور الكبير اللي لعبته في اصلاح منظومه الكهرباء. وشركه سيمنز ايضا فازت باهم قطار دولي سريع او مهم قطار سريع على مستوى العالم، ثلاث محطات على ثلاث مراحل. الجانب الالماني لك معه علاقات خاصه، الجانب الالماني قاطره الاتحاد الاوروبي مع الجانب الفرنسي. نعم. هناك اتفاقيه وقعت بين مصر وبين المفوضيه الاوروبيه خاصه بتصدير الغاز لاوروبا. صحيح. الجانب الالماني بيسعى بدرجه كبيره جدا انه يستفيد منها، خصوصا ان الجانب الروسي بدا يضيق الخناق على الجانب الألماني أو الجانب ممكن الغربي. ممكن أن نعتبر في هذا السياق مصر ربما ستكون هي السوق البديلة للدول الغربية، خاصة ألمانيا بعد أن حجبت روسيا 40% من الطاقة عن الدول الغربية؟ لا، ما فيش دولة في المنطقة العربية تبقى سوق بديلة، لكن تقدر تعوضي جزء من الاحتياجات. نعم. لأن سوق بديلة، الروس بيصدروا 55% من الاحتياجات الألمانية و40% من احتياجات العالم الغربي أو الاتحاد الأوروبي. صحيح. صعب جدا على دولة واحدة من دول منطقة الشرق الأوسط أن تعوض ده. لكن مصر بديل، الجزائر بديل، قطر بديل، أو دول مجلس التعاون الخليجي دول بديل للنفط والغاز. فممكن يعوضوا جزء من الاحتياجات اللي محتاجها العالم الغربي، لأنه في ذات الزيارة اللي بيزور بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، هناك زيارة لرئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر، وإحنا عارفين أن الجزائر تمتلك أكبر حقل غاز صخري على مستوى العالم. نعم. وتمتلك 10% من جملة الاحتياطي من الغاز، فالكل العالم الغربي بيسعى إلى المنطقة العربية. طيب، كان هناك مؤتمر اليوم جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين أولاف شولتز المستشار الألماني تحديدا، وتحدث عن ربما اتفاقيات فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية في الفترة القادمة. كيف ترى مصر في هذا الإطار، خاصة وأن مصر ستستضيف قمة المناخ في شهر 11/2022 إن شاء الله؟ شوفي، لو أنت نظرت إلى قمة المناخ كوب 27
ولو نظرنا الى كوب 26 اللي عقد في جلاسكو داخل داخل انجلترا، وحتى هننظر الى كوب 28 اللي المفترض ان يعقد في ابو ظبي في دوله الامارات. الثلاثيه دي الى حد كبير جدا انت بتقومي فيها بدور محوري. بدات تحضير لكوب 27 من انتهاء مؤتمر جلاسكو، والى حد كبير جدا في ذهنك التوصيات او ما يتمقد عنه هذا المؤتمر يذهب الى مؤتمر الامارات، والى حد كبير جدا يساعد في على الاقل الالتزامات الادبيه الواقعه على الدول الكبرى. لانه زياره سياده الرئيس لحوار او مؤتمر زي مؤتمر بيتسبورغ، هذا المؤتمر بيعقد من 2009 صحيح، والمانيا بتسعى اليه او سعت اليه، وبتدعو الدول الصناعيه الكبرى وبتدعو الدول المهتمه جدا بالشعوب اللي هم بيتاثروا بالتغيرات المناخيه. نعم. يعني بتدعو الطرفين، لانه غرض هذه الدعوه انه بشكل او باخر يكون في شكل من اشكال المساهمه في التقليل من حجم الانبعاثات الحراريه او ثاني اكسيد الكربون او التاثيرات المناخيه بنسبه ضئيله جدا يعني للغايه. صحيح. لكن هناك توجه مصري وهناك توجه من كثير جدا من دول العالم ناحيه الهيدروجين الاخضر او ناحيه المستخرجات اللي هي بنسميها احنا صديقة البيئة، عشان تقللي من حجم الانبعاثات الحرارية. بس هي القضية مش في دي، هي القضية النهاردة مدى التزام القوى العظمى بما هو موكول إليها أو بالالتزامات الملقاة عليها. صحيح. وفق الاتفاقيات السابقة. احنا عارفين ان كان هناك حدود 100 مليار دولار كانت التزامات على الدول الصناعية الكبيرة. نعم. مش من مؤتمر جلاسكو أو حتى من مؤتمر باريس اللي كان قبله، ده من مؤتمرات سابقة، وهذا المبلغ المفترض أن يدفع سنويا للدول الأكثر هشاشة أو الدول الأكثر فقر. احنا عندنا في العالم الافريقي او في الدول الافريقيه في 22 دوله افريقيه بيسموها الدول الاكثر هشاشه او الدول الاكثر فقرا داخل الساحه الافريقيه، بجانب بعض الدول العربيه، بجانب دول كثيره جدا منتشره حول العالم. طيب حضرتك يعني معلش قبل ان يعني ان انتقل الى محور اخر، حضرتك اشرت الى القاره السمراء او القاره الافريقيه، الى اي مدى رؤيه الرئيس التي قدمها من خلال المحاور التي طبعا هو قدم خمس محاور في مقاربه شاملة، وتحدث تحديدا عن رؤية مصر وأنها ربما تعتبر متحدث رسمي باسم القارة الإفريقية فيما يتعلق بالتمويل والتكنولوجيا والمتطلبات اللازمة للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ. حضرتك كيف رصدت هذه الرؤية تحديدا؟ ما هذه الرؤية هي مرتبطة بال22 دولة دول. بال22 دولة. طبعا بقية الدول الأفريقية في بعض دول كثيرة جدا في حاجة إلى معاناة إلى المساعدات، ومساعدات تقنية أو مساعدات فنية أو تكنولوجية، خصوصا أن بقية الدول في حاجة إلى بناء بنية تحتية وتنمية مستدامة. صحيح. وغيره من مثل هذه الأمور. لكن أنت في داخل الدول الأفريقية عندك 22 دولة في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات. نعم. من ضمن زيارات سيادة الرئيس إلى ألمانيا هناك مؤتمرين. مؤتمر في 2017 كان قمة العشرين وأفريقيا، ومؤتمر في 2019 ايضا كان مرتبط بقمه العشرين وافريقيا. صحيح. المؤتمرين دولت مصر الى حد كبير جدا طرحت وجهه النظر الافريقيه فيما هو مرتبط باليات تعامل القوى الاقليميه والقوى الدوليه مع القاره الافريقيه. من ضمن هذه الاليات التعامل انه العالم يبدا يغير نظرته للقاره الافريقيه. بلاش تبقى ساحه لتسويق منتجات او جلب ماده الخام، او انك انت تعتبرها كتله تصويتيه 55 صحيح. دوله تبدا تستغلها. لا، هذه الدول في امس الحاجه الى بناء بنيه تحتيه، وفي امس الحاجه الى مشاريع وتنميه مستدامه، وفي امس الحاجه الى قواعد اقتصاديه وغيره من مثل هذه الامور. فكان هناك دعوه للقوى العظمى انها تساعد وتساهم للدول الافريقيه في تنميه هذا الامر. طيب. من ضمن هذه المساعدات المساعدات المفروضه على القوى العظمى فيما هو مرتبط باتفاقيات المناخ او التاثيرات المناخيه. طيب، هذا فيما يتعلق بهذه النقطه، ولكن كان هناك ايضا هناك محور هام بالاضافه الى ربما ازمه الطاقه التي تعاني منها جميع دول العالم حاليا على ربما اثر تداعيات الازمه الاوكرانيه الروسيه، ولكن كان هناك ازمه او لا تزال هناك ازمه وهي أزمة الغذاء. صحيح. وربما وسلاسل الإمداد، وتعاملت معها مصر ربما بكثير من الحكمة، وكان هناك أيضا رؤية للرئيس عبد الفتاح السيسي ربما أشار إلى
استثمارها من خلال المحاور الخمسة في المقاربة الشاملة، كيف تثمن ذلك؟ صحيح، هو ببساطة شديدة جدا عشان المشاهد يفهمنا، احنا عايزين نصل إلى مرحلة أو شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي. نعم. أنت بتتكلمي في دول داخل القارة الأفريقية، وخلينا أقول لك ضمن هذه الدول دولة زي السودان. صحيح. السودان هناك دراسة موضوعة من 2009-2010 اللي كان في ذلك التوقيت كان هناك حرائق لمزارع القمح داخل روسيا، وتأثر جزء كبير جدا من العالم العربي بحكم هذه الحرائق. نعم. فبدأت دراسات وانعقدت أبحاث وقالوا من الممكن إن احنا نعمل استثمارات داخل السودان، 25 مليار دولار احنا في حاجة إلى هذه الأموال. ثم الأرض موجودة والمياه موجودة، يكتفي العالم العربي من هذه السلعة الاستراتيجية وهي سلعة القمح. لكن للأسف الشديد في ذلك التوقيت لم يتم توفير المبلغ ولم يتم البدء في المشروع. الأزمة الأوكرانية أيضا طرحت هذا الطرح من جديد. نعم. أنه هل من الممكن أنه العالم العربي أو العالم الأفريقي بما يمتلكه من أراضي وثروات من طبيعية وموارد من مصادر طبيعية أو مياه، صحيح، أنه يكتفي من هذه السلعة الاستراتيجية؟ هو في حاجة إلى أموال وفي حاجة إلى مستثمرين في النهاية. نعم. أن هنا العالم الغربي أو الدول العظمى هتستطيع أن تساعد العالم الأفريقي أنه يكتفي من هذه السلعة الاستراتيجية والهامة؟ ده سؤال بيطرح نفسه. هناك دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي طرحها في أكثر من مؤتمر، وفي ضمن هذه المؤتمرات كان مؤتمر داخلي في مصر، وطرح أن هناك في حدود 200 مليون فدان داخل القارة الأفريقية جاهزين لزراعة وجاهزين أنك أنت تستثمروا في هذا الأمر. لكن عندك إشكالية كبيرة، الوسائل التكنولوجية، صحيح، والوسائل الفنية والأموال اللازمة لمثل هذه الأمور. العالم الغربي أو القوى العظمى هيقدر يساعدوا في ده؟ ده سؤال بيطرح نفسه. طيب، هل هنستطيع ان احنا نقوم بده؟ دي مسألة. طبعا مصر لها الريادة، وربما هي كان دائما الرئيس يتحدث ليس فقط باسم مصر ولكن ايضا باسم القارة الإفريقية، وان دائما القارة الإفريقية هي في قلب التحديات، صحيح، العالمية، وتتأثر بشكل ربما يفوق تأثر اي دولة اخرى. صحيح. ولكن لو حبينا نتكلم تحديدا عن رؤية الرئيس فيما يتعلق بتقديم نموذج تنموي مستدام، دائما نتحدث عن التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030 بما يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة زي ما الرئيس دائما بيشيد، ومواجهة أيضا تغير المناخ. كيف ترى رؤية مصر للتنمية المستدامة، وكيف يتم تحقيق ذلك في ظل التحديات التي ربما نواجهها الآن، سواء أزمة كورونا أو الأزمة الاقتصادية أو أزمة الطاقة؟ صحيح، سؤال مهم جدا. خلي بالك أنت عندك هنا في مصر 2030، وعندك داخل الساحة الأفريقية 2063، صحيح، وعندك في بعض الدول العربية 2040 على ما أتذكر، يعني الإمارات هي المملكة العربية السعودية، صحيح، في هذا النطاق. دي كلها رؤى. في هذه الرؤى انت محتاجه الى تعملي تنميه مستدامه. يعني ايه؟ يعني انك انت تبداي بمشاريع، هذه المشاريع تصل في حد ما الى اقصاها، يستطيع ان يستفيد منها المجتمع او الدوله، ويستفيد منها المجتمع في الدولي في كافه المناحي، في كافه المجالات. هذا الامر دي رؤيه مصريه مطروحه، والرؤيه المصريه اللي بتطرحها خصوصا عندنا بالنسبه ل 2030 احنا عاملينها في بالبنيه التحتيه والطرق والكباري والمدن الجديده وغيره مثل هذه الامور. نعم. لكن ازمه الغذاء او ازمه الطاقه، صحيح، او ازمه الغاز، او خلينا اقول لك ازمه المال، ودي جزء من الممكن ان احنا نتحدث فيه. الأزمات الأربع دي فجرتها الأزمة الأوكرانية، أو فجرها الصراع ما بين الشرق والغرب فيما هو مرتبط بالساحة الأوكرانية. وطرح هذه الأزمة الآن والحديث عن ضرورة مواجهة هذه الأزمة وبداية إرهاصات بناء جديد عشان إحنا نقلل من حدة يعني هذه الأزمات، واجب الأول إن إحنا الأول نبحث عن المخصصات المالية ونبحث عن الطريقة اللي نستطيع أن نكتفي بها ذاتيا في هذه المسألة. المال العربي، ودي مسألة أثيرت خصوصا في ظل زيارة بايدن، عندنا أكثر من 600 مليار ودائع، عندنا أكثر من 800 مليار دولار استثمارات، عندنا 252 مليار سندات دين وأذون خزانة شاريها 11 دولة عربية داخل البنوك الأمريكية. نعم. عندنا مليار و488 مليار دولار أموال عربية مستثمرة في العالم الغربي أو في دول الاتحاد الأوروبي. إحنا في أمس الحاجة إن إحنا نعاود جزء من هذه الأموال، صحيح، إلى الداخل العربي وإلى العمق الأفريقي. طيب، تبدأ تستفيدي منه هنا، صحيح، ويبدأ يستفيد منه ده. ده هيساعدك في التنمية المستدامة، إنك تتحققي مشاريع أمدها الزمني بعيد،
والى حد كبير جدا تستطيع انك انت تستفيدي منها وتبقى مشاريع ثابته، وهيساعدك في انك انت تبني قواعد اقتصاديه او بنيه تحتيه واستثماريه تستطيع ان يستفيد منها المواطن او يستفيد منها طبعًا الشعوب. طبعا هي رؤيه عظيمه جدا. طب كيف تتسق هذه الرؤيه مع ما طرحه الرئيس من ربما ان يكون هناك نوع من الاستثمارات الغربيه داخل مصر، ليس فقط تلك الاستثمارات التي تقوم بها مصر بشكل عام ولكن اقصد الغربيه تحديدا، وكان هناك اتفاقيات عقدت مع المانيا فيما يتعلق بالهيدروجين الاخضر وتحويل مصر تحديدا المركز لانتاج وتصديره ايضا الى المانيا، يعني الى اي مدى ممكن ان يسهم مثل هذا الطرح الذي طرحه الرئيس خلال زيارته لالمانيا ربما في جعل مصر رائده في هذا المجال؟ شوف يا راني، انت عندك الهيدروجين الاخضر اللي هو البديل الطبيعي اللي يحافظ لك على البيئه، وعندك انك انت محطه ترانزيت من غاز سوف ياتي اليك ثم يعاد تصديره الى العالم الغربي ومن ضمنه الجانب الالماني. ده جانب من الجوانب المهمه جدا، لكن ده في النهايه مش هيحقق لك اللي انت عايزاه، يعني مش هيديكي طموحك الكبير اللي انت عايزاه. صحيح. طموحك الكبير اللي انت عايزاه انك انت بتبحثي عن مشاريع اقتصاديه ومشاريع استثماريه ضخمه، بتتحدثي عن قواعد اقتصاديه انت عندك جاهزه البنيه التحتيه ليها، خصوصا ما بين المحور الاول قناه السويس وما بين المحور الثاني قناه السويس. انت عندك بعد هنا 7 كيلو متر. صحيح. ال 7 كيلو متر دولت محتاجين انك انت تعملي فيهم خدمات سفن، محتاجين تعملي فيهم تموين سفن، اصلاح سفن، منطقه صناعات كبرى ومتوسطه وكبيره وغيره، محتاجه تعملي فيها شكل من اشكال صناعه السيارات، وسياده الرئيس تحدث فيها في وقت من الاوقات. لكن جانب الهيدروجين الاخضر او جانب الغاز اللي كنت من الممكن انك انت تسدي جزء من احتياجات العالم الغربي، ده جزء من طموحك في انك انت تصبح عنصر مؤثر او مطلوبه في هذا التوقيت بالذات. نعم. لكن البنيه التحتيه والقواعد الاقتصاديه والقواعد الاستثماريه في حاجه الى المال. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، المال ده او المسائل الفنيه والتقنيه هتقدري تاخديها من العالم الغربي ولا هتقدري تاخديها بجزء من المال العربي في ظل تهافت القوى الاقليميه والقوى الدوليه على مقدرات العالم العربي؟ ده السؤال. لان جزء مهم جدا من زياره بايدن هو حاجه الولايات المتحده الامريكيه الان الى العالم العربي. ربما كان هناك ايضا قبلها تنسيق بين الرؤى ورؤى الدول العربيه تحديدا مسبقا لكي يكون هناك رؤيه موحده اثناء ربما مؤتمر جده والذي كانت فيه الدول الخليجيه ومصر والولايات المتحده الامريكيه حاضره وبقوه. اذا اردنا ان نتحدث دكتور مختار ربما على المحور السياسي، المحور السياسي ربما له باع طويل جدا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائيه السياسيه بين مصر وبين ألمانيا، ولكن ربما الملفت للانتباه هو الاستثمار هذه العلاقات في طرح بعض الرؤى الخاصة بالملفات العربية خاصة فيما يتعلق بسوريا وتحديدا أيضا القضية الفلسطينية. كيف رصدت تعامل الرئيس والرؤية المصرية لملف القضية الفلسطينية؟ الملف السياسي هو الملف الأكثر تعقيدا، يعني صحيح. إذا كنا بنتكلم على الملف الاقتصادي أو الملف الاستثماري وهو ملف صعب خصوصا في مسألة توفير الأموال أو صحيح. الملاذ الآمن لهذه الأموال، لكن الملف السياسي هو الأكثر تعقيدا. طبعا الملف السياسي هو الأكثر تعقيدا بموجب إيه؟ بموجب إنك أنت عندك قضايا موجودة في المنطقة العربية ما زالت هذه القضايا معطلة أو عصية على الحل بالطرق السياسية والدبلوماسية. صحيح. يعني جربنا فيها سبل التفاوض وسبل المباحثات. على رأسها القضية الفلسطينية على سبيل طبعا. المثال. القضية الفلسطينية سرية من 90 ل 91 ثم من 91 لغاية 2007 علنية. على مدار 16 سنة دول شفت مدريد وشفت أسلوان وشفت وايريفر وشفت شرم الشيخ وغيره من مثل هذه المؤتمرات وصولا إلى مؤتمر أنابولس اللي عقد في 2007. نعم. على مدار 16 سنة دي في خلال التسعينات ارتفعت وتيرة الاستيطان من قبل إسرائيل إلى 44%. في فترة الألفينات ارتفع وتيرة الاستيطان في حدود 33% 32%. هنا أنت بتفاوضي واللي أمامك ليس له نية خلق الدولة الفلسطينية اللي على حدود 67 ولا أصلا عنده هذه النية أن ينفذها، وحتى في ظل الحكومة اللي موجودة حاليا وهي حكومة تسيير أعمال إذا كنا بنتكلم عن لبيد
او بنتكلم على بنت اللي كان قبليه او حتى بنتكلم على نتنياهو اللي كان قبليهم. صحيح. على مدار الحكومات دي مفيش امل في وجود دوله نفس فلسطينية. الرؤيه ونفس المنهج ونفس الاستراتيجيه. نعم. القضيه هنا بالنسبه للعالم الغربي والولايات المتحده الامريكيا وقدر احتياجه للعالم العربي، وانا شخصيا كنت في احدى اللقاءات التلفزيونيه وقلت انا لازم استعير موقف حصل بين هنري كيسنجر وبين الملك فيصل الله يرحمه بعد حرب 73. هذه الاستعارة أتت من خلال الزيارة للأنبياء هنري كيسنجر، زيارة المملكة العربية السعودية، قابله الملك فيصل، ثم تحدث هنري كيسنجر مازحا، ده هذا في كتابه، مازحا أنه يرغب في تزويد طائرته بالوقود التي هبطت في مطار الرياض. فكان رد الملك فيصل الله يرحمه وأنه بلغ من القبر العتية وأنه يرغب في الصلاة في المسجد الأقصى. فأنت النهاردة أنت بحاجتك إلى النفط وبحاجتك الى الغاز وبحاجتك الى المال العربي، احنا في امس الحاجه ان احنا نحل قضايانا العصيه على الحل. لكن لما ياتينا الرئيس الامريكي بايدن ويتحدث ان القضيه الفلسطينيه هو مع حل الدولتين، لكن هناك استحاله ان تتم هذه الدولتين او حل الدولتين. طيب الان كان اليوم تحديدا هناك مؤتمرا صحفيا جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الالماني، وقال المستشار الالماني انه تم بحث ملف القضيه الفلسطينيه على وجه التحديد وانهم سيعملون سويا نحو الدفع قدما بعمليه التفاوض الخاصه بالقضيه الفلسطينيه ورجوعها بقوه الى طاوله المفاوضات. الى اي مدى تثمن قول شرطي؟ يعني انا طبعا انا اقدر هذا الطرح، وهو القضيه الفلسطينيه هم مصري وهي على عاتق الخارجيه والدبلوماسيه المصريه والاراده السياسيه في مصر على مدار كل هذه العقود. لكن لوحدك على أرض الواقع. لوحدك في هذه القضيه صعب. الجانب الألماني للأسف الشديد مش هو الجانب الأكثر تأثيرا في محاور هذه القضية. صحيح. بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. عشان بس نبقى منطقيين طبعا. والجانب الألماني هنا مش في قضية طرحه، مش في قضية أمنياته، أو مش في قضية حلمه، كيفية التعامل على أرض الواقع. نتعامل على أرض الواقع. صحيح. السؤال، إسرائيل راغبة؟ ده سؤال. عمليات التطبيع التي تمت هل تساعد في حل القضية؟ ده سؤال تاني. حديث الرئيس الأمريكي بايدن بعملية الدمج الأمني والاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي تساعد؟ ده برضو حل. ده برضو فالقضية الفلسطينية يطرح فيها أسئلة، هذه الأسئلة صعب جدا الإجابة عليها. لكن توصلت إلى حد أنه حديث أبو مازن عند اجتماع بايدن معاه في بيت لحم قال أن ربما قد لا يكون هناك وقت متاحا للحديث عن القضية الفلسطينية مستقبلا من الناحية السياسية والدبلوماسية. وهذه رمزية بيقولها من خلال أبو مازن أن الأمر لو وصل إلى مرحلة التجميد دي الأمر لن يحتمل فيما بعد. لأن إسرائيل تهود، إسرائيل خلاص يعني لم يتبقى من المحيط العربي في مدينة القدس سوى حي جزء من حي الشيخ جراح وحي سلوان، أكثر من 550 حاجز عسكري، عندك مشاكل كبيرة جدا. طيب ضخم. احنا من ضمن المشاكل أيضا ربما يعني نعاني أو المنطقة العربية ربما تعاني من الكثير من البؤر التي لا يكون فيها استقرار بأي شكل من الأشكال، وطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي عملية الأمن وربما يجب أن يكون هناك تعامل على وجه الخصوص مع ملف الإرهاب الذي ربما كان يطل من وقت إلى آخر برأسه على الدول العربية. كيف رصدت أيضا رؤية الرئيس من خلال هذه المحاور التي تحدث عنها والتي قال أن زي ما احنا عارفين دايما كان بيقول مسافة السكة، أن أمن المنطقة العربية هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر والعكس صحيح. إلى أي مدى يمكن تفعيل ذلك على أرض الواقع خاصة في عصر الجمهورية الجديدة وبعد 8 سنوات من الإنجاز؟ شوفي هقول لك حاجة، عايزين نفرق بين الواقع الداخلي داخل الدولة أو وعندك طموح وعندك تطلع وانت ماشية في مشاريع بخطى ثابتة. لكن على الواقع الإقليمي والواقع الدولي انت عندك تدخلات. صحيح. هذه التدخلات الى حد وتحدث كبير جدا عنها الرئيس. صحيح. فعلا هذه التدخلات قد تكون مفسده في وقت من الاوقات. طيب يا فندم هنستكمل حديثنا ولكن هنطلع لفاصل ثم نعود مره اخرى. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود مره اخرى.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. لسه مستمرين فيما يتعلق بزيارة الرئيس لبرلين وهذا التعاون بين مصر وألمانيا فيما يتعلق بالقضايا الراهنة سواء القضايا الداخلية أو القضايا الدولية. يسعدنا أن يكون معنا تذكرة معنا الدكتور مختار الغباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا راني. أهلا. الحقيقة إحنا قبل ما نطلع لفاصل كنا بنتحدث عن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب وأن هذه الرؤية هي ليست متعلقة فقط بالداخل المصري ولكن متعلقة بالمنطقة العربية والعالم أجمع. كيف رصدت هذه الرؤية؟ شوفي هذه رؤية مصرية تطرح في كل المؤتمرات وفي نعم. كل الندوات وفي كل اللقاءات على المستوى الثنائي أو على المستوى المؤتمرات الكبيرة. صحيح. ورؤية طرحها الكثير جدا من الزعماء أو الرؤساء في العالم العربي نعم. وربما على مستوى العالم. الرئيس الأمريكي تحدث فيها عندما أتى إلى جدة. إسرائيل كله بيتحدث فيها. جزء مهم جدا أو جزء هام جدا من إنهاء الإرهاب هو تسوية الصراعات الموجودة. نعم. يعني إزاي هتمنعي ميليشيات موجودة على الأرض تحمل سلاح بأيديولوجيات مختلفة في ظل شكل من أشكال التطاحن السياسي الموجود داخل القطر الدولي. بكل ما تحمل مفيش كلام. الجزء الثاني أنه العالم يتحد حوالين تصنيف واحد حوالين وحدة تصنيف. نعم. وحدة التصنيف دي بتختلف لأن أحيانا العلاقات بتلعب دور واحيانا الرؤيه السياسيه والتباينات السياسيه بتلعب دور وعشان كده ما عندكيش وحده سياسيه معينه حول العالم حتى في المنطقه العربيه. طيب كان حوالين في شولترز يمكن برضو انا خلينا نتكلم شويه على التصريحات الاخيره انطلاقا من دور مصر تقريبا ومسؤوليتها كان بيقول ان مصر عازمه على الاستمرار وايضا المانيا يعني كان بيتكلم عن ربما المحادثات التي عقدت بين وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المحادثات كان فحواه وبذل جهود للتنسيق مع الاشقاء والشركاء وايضا العرب لتسويه الازمات العربيه الراهنه وتحدث في ذلك الموضوع وبقوة. يعني رؤية المانيا هو الراجل نيته سليمة ما قلناش عليها حاجة لكن عندما تتحدثي عن اجتماع عند زيارة لبايدن إلى مدينة جد وهناك زيارة قام بها الرئيس الروسي بوتين لإيران صحيح. واجتماعه بالرئيس التركي والتلاتة هم الأكثر والأكبر تحكما في قضية زي القضية السورية. هذا هو الأقرب للواقع من وجهة نظر حضرتك. أنا بقى قاعد أجيبها لك أهو. يعني كل مؤتمرات جنيف وكل مؤتمرات فيينا وكل مؤتمرات سوتشي وغيره من هذه المؤتمرات أنا مرتبط بالقضية السورية الثلاثة الأكثر وجودا عسكريا على الأرض. روسيا ثلاث قواعد عسكرية بخلاف قاعدة حميمي من الجوية طرطوس ولزقية وبنياس واتفاقات استراتيجية بينها وبين الحكومة السورية أو بينها وبين بشار الأسد. إيران موجودة بميليشيات الشيعة اللي موجودين في العراق كلهم عصائب آل الحق وفيلك بادر وكتائب فضل عباس كل هذه وحزب الله العراق وحزب الله لبنان كل ده موجود داخل الساحة السورية. أيضا يا فندم عن تنسيق ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن أيضا ليبيا وسوريا واليمن. بس بص يا راني يعني الوضع زي الساحة السورية تتخيلي أن الرئيس الروسي قاعد مع الرئيس التركي أردوغان بيتحدثوا مع بعض على العملية العسكرية اللي هتعملها تركيا في الشمال السوري اقليم شرق وشمال سوريا. ده وضع. كان وزير الدفاع التركي في زيارة إلى هذا الإقليم منذ أيام معدودة ودخل وخرج لاستأذن بشار الأسد والآن أنت فين ولا رايح فين. فعندك ثلاث دول هم الأكثر وجودا عسكريا داخل الدولة هم أصحاب الدعوة في كثير جدا من المؤتمرات والندوات التي عقدت فكيف يتم تسوية قضية من مثل هذه القضية بعيدا عنه. صحيح. ولما تتحدثي عن حتى سوريا سوريا أقرب إلى إيران ولا أقرب إلى العالم العربي ده برضو سؤال بيطرح نفسه. نعم. لو نقلت من سوريا إلى ليبيا هتلاقي نفس الوضع شكل من أشكال التطاحن السياسي ما بين أطراف سياسية موجودة داخل الساحة الليبية ما بين حكومة الدبيبة وما بين حكومة فتح بشأغة. هذه حكومة الدبيبة يتحدث أنه هو صاحب المرحلة الانتقالية ولأنه هو لن يسلم الحكومة إلا لحكومة منتخبة وفتح بشأغة قال لك لا أنا جيت من البرلمان الليبي اللي موجود في طبرق وأنا حقي أن أنا أدير مقدرات هذه الدولة وهناك حكومتين ما قبل الحكومتين كانت حكومة الدبيبة ما قبل حكومة الدبيبة كانت حكومة فائز السراج وكانت حكومة عبدالله الثاني طيب. وكانت حكومة خليفة الغويل. هو السؤال بيطرح نفسه يعني حضرتك هناك ربما زي ما حضرتك شايف الكثير
الكثير من المخاطر والتحديات التي يعني هي احنا متحوطين بالكثير من التحديات سواء من الغرب او من الشرق زي ما حضرتك عارف، مش هنتكلم بس عن التحديات. طيب كيف مصر استطاعت في ظل هذه التحديات ليست فقط الداخليه ولكن الخارجيه من جميع الاتجاهات ان تحارب الارهاب، ان تقضي على الارهاب، ان تبدا في مسيره التنميه وهذه الانجازات بالرغم من صعوبه الموقف وتازمه وانتشار بؤر التوتر هنا وهناك في المنطقه؟ انت في محيط ملتهب او محيط ساخن. نعم خلي بالك حدودك كلها صحيح. الوضع بالنسبه في السودان متوترا جدا، الوضع بالنسبه داخل الساحه الليبيه اكثر توترا، الوضع بالنسبه للساحه الفلسطينيه لم يحل بدرجه كبيره، حتى حقول شرق المتوسط اللي انت الى حد كبير جدا مهبط ومكان المنتدى الخاص بهذه الحقول هناك مشاحنات كبيره جدا ما بين اطرافه، ما بين لبنان وما بين اسرائيل، ما بين تركيا وما بين اليونان، ما بين قبرص وما بين وغيره من مثل هذه المشاحنات. قدره الدوله وقوه الدوله هي في انها تستطيع انها تفرض سيطرتها على مقدرات القطر والاقاليم الخاصه بها. صحيح مصر نجحت مهمة جداً طبعا الحقيقة. مصر نجحت في ده الى حد كبير جدا بعزم الاراده السياسيه لا شك في ذلك، وتكاتف الشعب وعموم المواطن المصري معاه، خصوصا اذا كنت بتتكلمي عن الاصلاح الاقتصادي او بتتكلمي عن البنيه التحتيه التي بنيت او بتتكلمي عن القواعد الاقتصاديه اللي انت بصدد بنائها، وكذلك السيطره على الارهاب. الارهاب النهارده اصبح محصورا ولا يكاد لا يكون موجودا. صحيح. خلاص انتهى. كان في فتره من الفترات في وقت من الاوقات كانت هناك عمليات في بعض الاقاليم ثم انحصر الامر في شمال سيناء ثم انتهى من وجهه نظري الى غير رجعه. نعم. دي جزء مهم جدا من قوه وقدره الدوله على استدباب الوضع. طب دور مصر يا فندم في الحفاظ ربما على استقرار البحر المتوسط تحديدا سواء من ناحيه الشمال او الجنوب، يعني لو حبينا نتكلم عن استقرار منطقه الشرق او منطقه البحر المتوسط تحديدا. شوفي مصر احدى الدول المتشاطئه على البحر، هناك دول كثيره جدا متشاطئه على البحر الابيض المتوسط، وهناك دول طامعه في مقدراته او طامحه في مقدراته. يعني الولايات المتحده الامريكيه ليست متشاطئه، الروس ليسوا متشاطئين. صحيح. لكن شركاتهم اذا كنت بتتكلمي عن اكسون موبيل الامريكيه او الشركات الروسيه او حتى اين الايطاليه او توتال الفرنسيه، دي الشركات الاكثر قدره على استخراج النفط والغاز من داخل حقول شرق المتوسط. نعم. لكن مصر نجحت في ايه؟ مصر نجحت في انها تعمل لنفسها ثلاثيه مهمه جدا تستطيع ان هي بالنسبه لها تخلق لنفسها كيان كبير جدا. ثلاثية. مصر اليونان قبرص. نعم. هي مصر لها ثلاثيات شهيره. صحيح. مصر اليونان قبرص، مصر العراق الاردن، مصر السعوديه الامارات، دي كلها ثلاثيات للسياسه او الدبلوماسيه الخارجيه على مستوى العلاقات الخارجيه. نعم. لكن حقول شرق المتوسط فيه زي ما قلت لك طامعين او طامحين، فيه اسرائيل، واسرائيل هناك خلاف شديد بينها وبين لبنان خصوصا بحقل كريشان، وما تنسيش ان هناك حديث لحسن نصر الله من الداخل اللبناني ان لن يسمح لاسرائيل اللي هي بصدد تعمل انتاج من هذا الحقل في سبتمبر القادم، لن يسمح بالانتاج في هذا الحقل ولن يسمح ببيع هذا الغاز لانه هذا الغاز هو حق لبناني، وانه لبنان او حسن نصر الله او حزب الله يمتلك ما بعد كريشان وما بعد كريشان. نعم. وفي وقت من الاوقات ارسل طائرات مسيره الى هناك، اذا هناك شكل من اشكال التوتر موجود في هذه المساله. صحيح. هناك خلاف تركي يوناني فيما هو مرتبط باتفاقيه الترسيم الذي ابرمت او التي ابرمت ما بين تركيا وما بين ليبيا. نعم. خصوصا ان هي طغت على بعض الحقوق الخاصه باليونان. هناك طموح تركي في اتفاقيات الترسيم اللي عقدت بين مصر وبين قبرص، لان تركيا بترى ان لها حقوقا في الجزء القبرصي طبقا لهذه الاتفاقيه، باعتبار ان قبرص منشقه الى قسمين، قبرص اللي احنا وقعنا معاه الاتفاقيه وقبرص التركيه اللي بيد تركيا. صحيح. هذه امور الى حد كبير جدا موجود، لكن انت نجحت انك انت تفرضي نفسك كجزء ومحور مهم جدا. نعم. من محاور الدول المتشاطئه او التي تمتلك في حقول شرق المتوسط، واستضفت على ارضك او امتلكت على ارضك المنتدى اللي بيتحكم تقريبا في 51% من انتاج الغاز على مستوى العالم، وهو منتدى حقول شرق المتوسط. جميل. طيب تحدث ايضا الرئيس عن محور هام جدا امس عن الامن مصر المائي او الامن المائي واهميه الالتزام بالقانون الدولي في حمايه ذلك تحديدا.
تحديدا، خاصة فيما يتعلق مثلا بدول المنبع ودول المصب. هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة جدا خاصة على المستوى المصري. حضرتك كيف يعني رأيت برؤية الخبير، رؤية الرئيس لذلك الجانب وطريقة معاملة مصر تحديدا لهذه القضية؟ هذه قضية من أكثر القضايا صعوبة على مستوى السياسة الخارجية المصرية، لأنك أنت أمام طرف لا يقر بالحقوق التاريخية ولا يعترف بها، وهو الجانب الأثيوبي. وهناك اتفاقية 1902 واتفاقية 1929 واتفاقية 1959 اللي أعطت لمصر 55 مليار و400 مليون متر مكعب مية، صح؟ صحيح. وأعطت للسودان في حدود 18 مليار وشوية. هذه الاتفاقية الجانب الأثيوبي قال لك أنا خلاص يعني غير ملتزم بهذه الاتفاقية. صحيح. مصر بتقول ان احنا عايزين نعمل اتفاق ملزم قانوني ملزم ما بين الجانبين، على الاقل يكون شكل من اشكال الالتزام الاثيوبي بهذه الحقوق المائيه التي فرضت 1959 في وقت كان عداد فيه الدوله المصريه في حدود 10 مليون 15 مليون نسمه. احنا النهارده تعدينا ال 100 مليون نسمه، ومع ذلك نطالب بنفس قيمة المقدرات المائية التي أتت إلينا بوجب الاتفاقية التي عقدت بيننا وبين 59. نعم. الجانب الأثيوبي بيتهرب ويماطل ويسوف ويمارس نفس التسويف ونفس التهرب بتاع الجانب الإسرائيلي مع الجانب الفلسطيني. الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة حاولت ده مع البنك الدولي واستضافت جزء كبير جدا من مباحثاتها على أرضها وفشلت. الاتحاد الأفريقي حاول وفشل. دول كثيرة جدا على مستوى العالم تدخلت في هذا الموضوع وفشل. وأنا وجهة نظري إن هذه القضية هي قضية ذاتية مصرية، الحل فيها بيد مصر تحديدا. صحيح. وهي من تمتلك مقدراتها وتمتلك قوتها في هذا الأمر. والتصريح الأهم أنه مصر لن يسمح أو لن تسمح بأنه هو يؤخذ من حقوقها المائية شيء، وأن هي مصرة عليه، إما الوصول إلى اتفاق ملزم أو سوف يكون لكل مقام مقال وقته. الحقيقة يعني هو يعني حوار مثمر جدا ولديه الكثير من المحاور، ولكن أعرف أن وقت حضرتك ربما ضيق، ولكن يعني إن شاء الله على وعد حضرتك تشرفنا في دقائق آخر نستكمل بقية المحاور. والحقيقة شكرا جزيلا دكتور مختار الغباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية، أشكرك جزيلا. شكرا الشكر. كنت ضيفا كريما معنا. مشاهدينا الكرام، الحياة تنسيق مهم جدا بين مصر وبين ألمانيا على كافة المستويات. 70 عاما من العلاقات المصرية الألمانية المتميزة. العلاقات المصرية الألمانية زي ما احنا عارفين دايما هي دافعة لمسيرة التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، ودائما مصر تؤكد على دورها الحيوي والمحوري في ربما استقرار المنطقة كركيزة أيضا أساسية لاستقرار المنطقة، وليست فقط المنطقة العربية ولكن أيضا في العالم. فمن يريد أن يتحدث مع أي دولة في المنطقة العربية لابد أن يتحدث مع مصر. مصر هي دائما من يتوحد عندها العرب، دائما مصر هي التي الناقلة للرؤية الموحدة للدول العربية. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، والشكر موصول لفريق الإخراج والإعداد وأيضا الفريق الفني خلف الكاميرات. وكنت معكم أنا رانيا البديلي، تحياتي، إلى اللقاء.